السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. اتكلمت معاكم في الفيديو اللي فات عن اللوكال باينري باترن. النهاردة إن شاء الله هنطبق مثال عملي عليه. لو هفكرك سريعا باللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، قلتلك إن في طريقتين بنستخدمهم عشان نقدر نجيب اللوكال باينري باترن بتاع الصورة. أول طريقة كانت عن طريق الإكويشن دي، ولكن دي طريقة مش منتشرة بشكل كبير على عكس الطريقة التانية. الطريقة التانية كنا بنعمل ايه؟ كنت بتاخد 3 باي 3 ويندو وبتاخد البكسل اللي في السنتر، بعد كده البكسل اللي في السنتر دي هي بتكون بمثابة الثريش هولد بالنسبة للنيبرز اللي موجودين حوالين البكسل دي. يعني هنا مثلا التسعة بتشوف البكسل اللي موجودة في النيبرز هل هي اكبر من التسعة ولا اصغر من التسعة. لو اكبر من التسعة بنحط هنا في الويندو الجديدة بتاعتنا ones، لو القائم البكسل اللي هنا مثلا الستة والاربعة والاثنين كل دوت اصغر من التسعة فبنيجي هنا وبنحط زيرو. ده هو التكنيك التاني وده هو الاكثر انتشارا. طيب في بقى يعني في بعض الحاجات احنا ما اتكلمناش فيها. اول حاجة ان الويندو دي اللي هي السايز بتاعها 3 في 3 ممكن تكبر عن كده. يعني مثلا الويندو اللي احنا كنا استخدمناها هنا اللي هي هنا 3 في 3 دي ممكن تكبر عن كده، بمعنى ان انت بدل ما هتقارن البكسل اللي هي موجوده في السنتر دي مع النيبر اللي هم مجاورين ليها على طول، لا انت هتكبر الويندو بتاعتك شويه، تخلي الريديوس باتنين. يعني بدل ما كنت بتمشي خطوه واحده لا انت هتمشي خطوتين وبعد كده تقارن مع البكسل اللي موجوده وهكذا. فهنا في الراديوس بتحدده اللي هو عدد البيكسلز اللي هتمشيها لحد ما توصل للبيكسل اللي انت عايز تقارن معاها. فممكن بقى تمشي ستيب واحده، تو ستيبس، ثري ستيبس، ايا كان الستيبس اللي انت عايز تمشيها. كل دوت عباره عن فاين تيوننج انت اللي بتعمله في الكود زي ما هنشوف دلوقتي. وطبعا كل ما هتوسع الراديوس بتاعتك او كل ما هتكبر الراديوس بتاعتك هتلاقي ان انت بتقارن البيكسل اللي هي موجوده في السنتر مع بيكسلز اكتر. تمام. طيب تعال نكمل من اخر حاجة وقفنا عندها، دي اخر صورة كنا وقفنا عندها في الفيديو اللي فات. دي صورة تانية بتوضح الفكرة بتاعت الويندو، ان انت مثلا بيكون عندك بيكسل في السنتر ولما بتيجي تقارنها مع البيكسل اللي حواليها، لو كل البيكسل اللي موجودة في النيبرز حوالين البيكسل دي يعني لو هم كلهم اكبر من البيكسل اللي في المنتصف، ففي الحالة دي هتعمل ويندو جديدة وكل البيكسلز فيها تكون بوانز. لان انا قلت لك لو البيكسلز اللي حوالين السنتر اكبر هنحط 1، لو اصغر من السنتر هنحط 0. فهنا واضح ان هم كلهم باللون الابيض اهو، فتفهم من كده ان الجزء دوت في الصورة بيمثل سبوت. سبوت يعني نقطة مضيئة. تمام. طيب عشان كل البيكسلز بوانز فبالتالي اللون بتاع البيكسل نفسه هيكون لونه ابيض. يعني على العكس بقى لو انت عندك مثلا هنا البيكسل اللي في السنتر قيمتها اكبر من قيم البيكسلز اللي موجوده حواليها، ففي الحاله دي هيكون عندك سبوت، ولكن سبوت هتكون لونها اسمر لان كل البيكسلز بزيرو يعني. تمام. او ممكن تكون عندك فلات ريجون. ولو كان عندك مثلا حاجه زي كده بالنسبه للويندو بتاعتك، هنا عندك مجموعه وانز، هنا في كام وان، ادي هنا 6 وانز وعندك هنا 2 زيروز، ففي الحاله دي يعني بيقول لك ان الجزء دوت من الصوره بيكون مال اكتر ان هو يكون عباره عن لاين. هنا مثلا لو هو كانت بالشكل ده عندك 3 بيكسلز لونهم او 4 بيكسلز لونهم ابيض و4 لونهم اسمر، ففي الحاله دي هيبقى عندك ايدج. هنا مثلا بالشكل اللي قدامك ده هيبقى عندك كورنر. فاذا السبوت او الريجون اللي انت بتحددها من الصوره تقدر من خلال على حسب يعني الوانز والزيرو اللي انت بتطلعها. دي اول ملحوظه. تاني ملحوظه اللي انا قلت لك عليها من شويه وهي بالنسبه للسايز بتاع الويندو. قلت لك طبعا تقدر ان انت تتحكم فيه، كل ما هتكبر السايز كل ما هتقارن مع بيكسلز اكتر. يعني احنا هنا مثلا ده الاكزامبل اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، عندك هنا البيكسل اللي في السنتر بتقارنها مع البيكسلز اللي حواليها اللي هم الثمانيه اللي حواليها. تمام. بي بي هيكون عباره عن 8 اللي هم الايت بيكسلز اللي انت بتقارن معاهم، ومشينا ستيب واحده فقط. واحد دي يعني انت مشيت ستيب واحده فقط، تاخد البكسل دي تمشي ستيب واحده لليمين وبعد كده تقارن مع هنا، تمشي ستيب واحده على الدياجونال وتقارن مع هنا اند سو اون. تمام. هنا بقى توسع الدايره بتاعتك شويه او بتوسع الراديوس بتاعك شويه. فهنا مثلا ستيب باتنين يعني هنمشي بيكسل اهي وبعد كده كمان بيكسل وبعد كده نقارن مع البيكسل اللي هنا. تمام. نفس الفكره بالنسبه للفيرتيكال، هتمشي بيكسل وكمان بيكسل، يبقى انت كده مشيت تو ستيبس، هتبدا بقى ان انت تقارن مع البيكسل اللي هنا وهكذا. يبقى انت كده عندك الراديوس بتاعك باتنين وعدد البيكسلز اللي انت بتقارن معاهم 16. كل ما هتكبر الراديوس كل ما هتقارن مع بوينتس اكتر. طبعا كل ده بتعمل فيتشر اكستراكشن. يعني هو اصلا اللوكال باينري باترن عباره عن فيتشر اكستراكشن الجوريزم زيه زي الهوج الجوريزم، بس طبعا الهوج منتشر اكتر لان الهوج يعتبر افضل من اللوكال باينري باترن، ولكن
هو بشكل عام لو هنتكلم يعني عن الالجوريزمز بشكل عام، كل حاجه بيكون ليها استخدام مميز مع مشكله معينه. يعني اللوكال باينري باترن بتكون ممتازه جدا في موضوع الماتشنج، موضوع الفيس ريكوجنيشن، الفيس ديتكشن وهكذا يعني. وكمان موضوع التكتشر اناليسز زي الاكزامبل اللي احنا هناخده النهارده، او التكتشر كلاسيفيكيشن يعني، بيكون ممتاز جدا مع البروبلمز اللي من النوع ده. فالفكره هنا ان انت ما زي ما قلت لك، كل ما هتكبر الراديوس كل ما هتجيب بوينتس اكتر. ولكن انت هنا في سيناريو لازم تاخد بالك منه. ايه هو السيناريو؟ ان انت كل ما هتكبر الراديوس بتاعتك كل ما هتجيب لو انفورميشنز عن الصوره بتاعتك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو عايز تطلع نتيجه كويسه جدا واكيرسي عاليه جدا، استخدم التكنيك ده اللي هو تقارن البكسل مع الثمانيه اللي حواليها. كل ما هتكبر كل ما هتاخد بيكسلز من بعيد وتقارنها مع البكسل اللي في السنتر، كل ما هيديك اكيرسي اقل. وده طبعا مش كلامي، ده كلام الراجل صاحب الالجوريزم نفسه، وهوريه لك دلوقتي. طيب في نوع برضو تاني من اللوكال باينري باترن اسمه يونيفورم لوكال باينري باترن، وده اللي احنا هنستخدمه دلوقتي في الكود لما نيجي نتكلم في المثال العملي. هتلاقي ان احنا بنتعامل مع اليونيفورم. طيب امتى نقول على الباينري كود بتاعنا ان هو عباره عن يونيفورم؟ بتشوف الترانزيشنز اللي موجوده عندك. ترانزيشنز بمعنى ايه؟ بكل بساطه انت هنا مثلا عندك الجزء ده او الارقام اللي قدامك دي، طبعا هم طبعا ارقام لان انت بتقارن مع 8 بيكسلز حوالين السنتر. فلو كانوا كلهم بزيرو فقيمه البكسل هتطلع لك بزيرو، لو كانوا كلهم بوانز او قيمه البكسل هتكون ب 255. فهنا انت بتبص على الترانزيشن. ترانزيشن يعني مثلا هنا ما فيش اي ترانزيشن حصلت، هنا مثلا في هنا من الصفر لواحد، ده كده اول ترانزيشن حصل، وبعد كده واحد فضل واحد، واحد فضل واحد، بعد كده واحد اتحول لصفر، يبقى ده كده تاني ترانزيشن حصل. يبقى الترانزيشن بتاعك كان بزيرو، او هنا زي هنا كده زيرو ترانزيشن، او كان بوان يعني حصل نقله واحده فقط عندك، او كان بتو، يبقى في الحاله دي بنقول على الباينري كود بتاعك ان هو عباره عن يونيفورم. فانت كده بتقلل عدد الفيتشرز اللي انت هتعمل لها اكستراكت من الصوره، انت هتاخد اليونيفورم لوكال باينري باترن فقط، هم دول اللي انت بتدخلهم على الموديل، تمام؟ وطبعا ده السيناريو اللي بيتكرر بشكل كبير مع الصور الحقيقيه. يعني انت خد اي صوره جرب ان انت تطلع اللوكال باينري باترن، لان خد بالك بعد كده اللوكال باينري باترن ده بنحوله بعد كده لديسيمال نمبر، يعني زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. فانت بتاخد اللوكال، بتاخد اي صوره بتشتغل عليها بنسبه 90% تقريبا، هتلاقي ان اللوكال باينري باترن او بيكون عباره عن زيرو ترانزيشن او 1 ترانزيشن او 2 ترانزيشن، يعني اللي هو بيكون عباره عن يونيفورم. على عكس هنا مثلا هتلاقي ان هنا ادي نقله وادي كمان نقله، ده كده 2 ترانزيشن. طبعا اللي في الاخر دوت السته دي غلط، هو المفروض 5 ترانزيشن، لان انت لو حسبتها ادي من صفر لواحد ادي كده اول نقله، من واحد لصفر تاني نقله، من صفر لواحد تالت نقله، من واحد لصفر رابع نقله، بعد كده هنا من صفر لواحد خامس نقله، فهم خمسه فقط، السته دي مكتوبه غلط يعني، تمام؟ اتمنى ان انت كده فهمت يعني ايه يونيفورم لوكال باينري باترن، عشان هو ده اللي هنستخدمه دلوقتي معانا في الكود. احنا مش هناخد كل الباينري كود اللي بتطلع لنا دي، ده نوع من ان انت بتقلل الفيتشرز يعني بتاعتك اللي انت هتدخلها على الموديل، عشان تركز بس على الفيتشرز المهمه اللي بتحصل مع اكتر الصور الحقيقيه زي ما انا قلت لك يعني، تمام؟ طيب ده الكلام طبعا اللي احنا اتكلمنا فيه، احنا ليه اصلا بنتخلص من النون يونيفورم باترنز اللي بتكون موجوده؟ لان الراجل صاحب الالجوريزم اللي هو ده اسمه اهو، قال لك ان اكتر الصور اللي هي مثلا بتكون عباره عن تيكتشر ايمجز، التيكتشر ايمجز اللي هو زي الصور اللي بيكون فيها باترن، والباترن ده بيفضل يتعاد اكتر من مره. انا كنت عامل فيديو قبل كده عن الموضوع ده، اتكلمت عن التيكتشر اناليسز، ولكن اول مره هنتعامل معاه النهارده ككودنج. فكره الايمجز اللي هي عباره عن تيكتشر اللي هو زي ما بقول لك كده، زي ملايه السرير مثلا، انت عندك الملايه بتاعت السرير بيكون فيه باترن وبيفضل يتعاد، زي بيفضل يتعاد في الملايه كله، او شكل معين كده بيفضل يتعاد، او في السيراميك مثلا بتلاقي ان في باترن معين وبيفضل يتكرر. فالصور اللي بالشكل ده بيكون صعب ان انت تتعامل معاها من غير ما تستخدم فيتشر اكستراكشن، تمام؟ ففي التيكتشر ايمج هتلاقي ان اليونيفورم لوكال باينري باترن مع التيكتشر ايمجز بيتكرر معاك بنسبه 90. طبعا في حاله لو انت استخدمت الستيب بتاعتك كانت بواحد، يعني هتقارن البكسل اللي في السنتر مع ال 8 بكسلز اللي موجودين حواليها، ففي الحاله دي انت بتعمل اكستراكت ل 90% من الباترز او من الفيتشرز اللي موجوده عندك في الصوره، تمام؟ لان دي مهمه جدا، وانا قلت لك من شويه انت لو عايز تحسن الاكيورسي بتاعتك وتكون بشكل كويس، يعني دايما استخدم ده اللي هو ان انت هتقارن البكسل اللي في السنتر مع الثمانيه اللي حواليها. وبالنسبه هنا لو انت هتستخدم مثلا الويندو بتاعتك هتمشي تو ستيبس، يعني هتاخد السنتر بيكسل وبعد كده تمشي ستيب وكمان ستيب وتقارن مع البيكسل دي زي ما انا شرحت لك من شويه ان ديتيلز في السلايد اللي قبليها يعني.
وهنا هي 16 بكسل بتقارنهم مع البكسل اللي موجوده في السنتر، ففي الحاله دي انت بتاخد 70% من الباترز، تمام؟ فالمعلومه دي مهمه جدا يعني ان انت تاخد بالك منها. ده بالنسبه للتيكتشر ايمجز. بالنسبه للفيشال ايمجز او الفيسز، يعني لو انت هتستخدم اليونيفورم لوكال باينري باترن واستخدمت 8 1، ففي الحاله دي انت بتجيب 90% 96.10% من الباينري باترن، طبعا عدد كويس جدا من الفيتشرز. ولو انت استخدمت طبعا ال 8 2، يعني مثلا هنا هتمشي 2 ستيبس وهتقارن مع 8 بيكسل فقط. طبعا دي فاين تيوننج زي ما انا قلت لك، هو مش شرط ان انت مشيت 2 ستيبس يبقى انت لازم تقارن مع 16 بيكسل، لا، الموضوع فاين تيوننج، انت ممكن تمشي 2 ستيبس وتقارن مع 4 بيكسلز فقط، ايا كان يعني الموضوع تقدر تتحكم فيه براحتك. فاحنا هنا لو مشينا 2 ستيبس وقارنا مع 8 بيكسلز موجودين، هتلاقي ان هو هنا بيجيب لك 85% و 85، هتلاقي ان هو هنا بيجيب لك 85.2 من الباترنز اللي موجوده عندك في الصوره. فالكلام ده مهم جدا ولازم تاخد بالك منه، يعني اظن الموضوع بسيط وما فيهوش صعوبه ولا حاجه. طب اخر حاجه بقى متعلقه باللوكال باينري باترن، اللي انت بعد ما بتطلع اللوكال باينري باترن ماتريكس بتاعتك، يعني بتجيب الصوره دي بتاخد البكسل اللي في السنتر، تاخدها كثريش هولد يعني، بعد كده بتقارنها مع البكسلز اللي حواليها ايا كان بقى هتمشي الريديوس بتاعك قد ايه. المهم بعد ما بتقارن وتطلع اللوكال باينري كود بتاعك، بعد كده اللوكال باينري كود ده بتحوله لديسيمال نمبرز زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. لما بتحوله لديسيمال نمبرز بيطلع لك ماتريكس بالشكل ده. الماتريكس اللي بالشكل ده بقى بتاخدها بتحولها لهيستوجرام بالشكل اللي قدامك ده كده. يعني مثلا بالنسبه لكل بنز موجوده هنا بنطلعها ازاي، بتيجي تشوف مثلا رقم 5 ده اتكرر كام مره، هتلاقي ان الخمسه هنا اتكررت 5 مرات، فهتيجي هنا عند الخمسه وتطلع عند الخمسه، تمام؟ رقم 1 اتكرر بكام مره، رقم 1 اتكرر 4 مرات، فهتيجي عند رقم 1 وتطلع هنا عند الواي اكسس عند الاربعه. وبالطريقه دي انت بتطلع الفيتشر فيكتور اللي بتمثل الصوره بتاعتك ككل بقى، تمام؟ يبقى ده هو الهيستوجرام. وطبعا الهيستوجرام ده تقدر تعمله نورماليزيشن. هتعمله نورماليزيشن ازاي؟ بتاخد الصوره بتاعتك اللي هي دي، بتضرب عدد الصفوف في عدد الاعمده اللي هو عندك هنا 4 في 4 يكون ب 16، فتاخد بقى الخمسه تقسمها على 16، الاربعه على 16 وهكذا. يبقى انت كده عملت نورماليزيشن للهيستوجرام بتاعك. ده فيما يتعلق باللوكال باينري باترن. وطبعا انت لو عملت سيرش عن الموضوع هتلاقي ان في تحسين حصل على اللوكال باينري باترن، هتلاقي السيركولاريتي لوكال باينري باترن، وهتلاقي في اكتر من نوع يعني بالنسبه للوكال باينري باترن. وفي كمان اللي هو الروتيشن لوكال باينري باترن. فكره الروتيشن لوكال باينري باترن ان هو بيعرفك ان قد ايه الالجوريزم ده اللي هو ال بي بي هو روتيشن انفاريانت، يعني مش بيتاثر بالروتيشن اللي بيحصل على الصوره. يعني انت مثلا لو تعمل ماتشنج ما بين الصورتين وعندك الصوره اللي انت عندك صوره موجوده، عندك هيستوجرام موجود في الداتابيز، وعندك صوره جديده جايه لك اللي انت بتعمل عليها التيست، طبعا الصوره اللي بتعمل عليها التيست دي بتطبق عليها الستيبس بتاعت الالجوريزم لحد ما بتجيب الهيستوجرام بتاعها. فالصوره اللي جايه لك دي اللي انت بتعمل عليها التيست لو كان فيها روتيشن مثلا، والصوره اللي موجوده عندك في الداتابيز ما كانش فيها روتيشن، فبرضه في الحاله دي هتلاقي ان الالجوريزم بيقدر ان هو يعمل لك ماتشنج ما بين التو هيستوجرامز لان هو روتيشن انفاريانت. وفكره الروتيشن انفاريانت هنا لو انت عملت على الناس سيرش هتلاقي ان لما بيجي يعمل روتيشن بالنسبه للصوره عشان يحتفظ بالفيتشرز، يعني بيعمل روتيشن بيكسل باي بيكسل. يعني ايه؟ يعني طبعا انت عارف الروتيشن ان الصوره بيحصل لها دوران في اتجاه عقارب الساعه، فمثلا هتلاقي ان الثلاثه دي نزلت مكان الواحد، والواحد ده نزل مكان الاثنين، الاول بتعمل شيفتنج بمقدار بيكسل واحده فقط، تمام؟ او بمقدار نقله واحده فقط، فالثلاثه هتبقى هنا والواحد هيبقى هنا وهكذا. بعد كده ده كده اول روتيشن، هتعمل الروتيشن ده. طبعا الروتيشن ده مش بيتعمل على الصوره دي، الروتيشن ده بيتعمل على الصوره الاصليه نفسها، بتجيب الصوره الاصليه بتاعتك اللي هي مثلا انت بتعمل سكاننج بالويندو بتاعتك وبتاخد 3 في 3 بيكسل، فال 3 في 3 بيكسل دول بقى اللي انت بتفضل تعمل لهم روتيشن تدوير كده يعني، تمام؟ فبعد ما بتعمل لهم روتيشن زي ما انا قلت لك الثلاثه دي بتبقى مكان الواحد والواحد مكان الاثنين وهكذا، تبدا بقى ان انت تاخد البيكسل اللي موجوده في السنتر تقارنها مع البيكسلز اللي حواليها، اي قيمه بيكسل اكبر هتحطها ب 1، اي قيمه بيكسل اصغر هتحطها ب 0. انت كده جبت الباينري كود بتاعك وبعد كده بتحوله لديسيمال هيديك رقم، الرقم دوت بتحتفظ بيه، تعمل روتيشن تاني، التلاته بدل التلاته طبعا هتبقى موجوده هنا، احنا دلوقتي في الستيب رقم 2 في الروتيشن، التلاته هتبقى موجوده هنا، هتجيب التلاته تبقى موجوده هنا وهكذا، كل مره بتعمل روتيشن بمقدار بيكسل واحده فقط، وكل مره بتطلع الباينري كود والديسيمال نمبر، بعد كده هيبدا
هيبقى عندك اكتر لحد ما تخلص الروتيشن كله. طبعا هيبقى عندك كذا قيمه بالنسبه للديسيمال نمبر، هتاخد اقل ديسيمال نمبر موجود عندك، هو ده اللي انت بتحتفظ بيه في الداتابيز بتاعتك يعني، تمام، عشان تعمل ماتشنج مع اي صوره معمول عليها روتيشن هتجيلك بعد كده. فاتمنى ان انت برضو تعمل سيرش عن الروتيشن لوكال باينري باترن، الموضوع بسيط جدا يعني، تمام. يبقى دي حاجه اتكلمنا فيها ان اللوكال باينري باترن هو عباره عن روتيشن انفاريانت. تاني حاجه هو عباره عن الومينيشن انفاريانت. الومينيشن انفاريانت يعني ايه؟ يعني هو مع التغيرات في الاضاءه برضو بيكون ممتاز جدا. يعني لو انت مثلا عندك الهيستوجرام ده بيمثل صوره لشخص اسمه مصطفى، تمام، هيجي لك صوره لمصطفى تاني بعد كده. لو انت مثلا بتعمل فيس ريكوجنيشن، هتعمل فيس ريكوجنيشن عن طريق انت بتعمل ماتشنج ما بين الهيستوجرامز. لو الهيستوجرام اللي هيجي لك بالنسبه للصوره بتاعت التيست شبه الهيستوجرام اللي موجود عندك في الداتابيز، يبقى هو دوت نفس الشخص، يبقى ده خلاص هقول لك ان انت مصطفى. فالفكره هنا بقى ان الصوره اللي هتجي لك في التيست بعد كده لو كان فيها تغير في الاضاءه، يعني مثلا الهيستوجرام اللي انت محتفظ بيه بالنسبه لصوره مصطفى كانت الصوره مظلمه شويه، الاضاءه ما كانتش كويسه، والصوره اللي هتجي لك بعد كده كان الاضاءه فيها عاليه، فاذا تلاقي ان الالجوريزم مش بيتاثر بالاضاءه المختلفه دي. ليه مش هيتاثر؟ تعال بص معايا هنا على الصوره دي اللي احنا اشتغلنا عليها في الفيديو اللي فات لو انت فاكر، يعني دي البيكسلز اللي انت اشتغلت عليها وحولتها لباينري كود، وبعد كده جبت الديسيمال نمبر، وبعد كده حولته لهيستوجرام وهكذا، واحتفظت بالهيستوجرام ده. هيجي لك صوره بعد كده الاضاءه فيها عاليه شويه، معنى ان انا قلت لك الاضاءه فيها عاليه شويه يعني قائم البكسل هتكون اكبر، يعني قائم البكسل دي هتزيد، يعني مثلا 9 دي بدل ما هي 9 تبقى مثلا 20، 5 تبقى مثلا 30 وهكذا، القائم البكسل هتكون قيمها كبيره. فاللي بيخليه بقى ان هو اليمينيشن انفاريانت او مش بيتاثر بالاضاءه، ان البكسل اللي في السنتر قيمتها كمان هتزيد، يعني موضوع منطقي، انت طالما زودت قائم البكسل كلها فالسنتر كمان هيزيد، فاذا هتفضل محافظ على مقدار التغير اللي بيحصل، يعني مثلا دي هتزيد بمقدار 4، دي كمان هتزيد بمقدار 4، دي كمان هتزيد بمقدار 4، السنتر كمان هيزيد بمقدار 4. فلما تيجي تطلع اللوكال باينري كود وتقارن مع النيبرز اللي موجودين، اللي بتقارن السنتر يعني مع النيبرز اللي موجودين، هتلاقي ان هو البكسلز برضو اللي هي قيمتها اكبر من السنتر هتفضل قيمتها اكبر من السنتر، البكسل اللي قيمتها اكبر من اصغر من السنتر هتلاقي ان هي قيمها برضو اصغر من السنتر وهكذا. فعشان كده هو الالجوريزم ده مش بيتاثر بالتغير في الاضاءه اللي وطالما هو بقى مش بيتاثر فتقدر تستخدم اللوكال باينري باترن في ان انت تعمل ماتشنج ما بين الصورتين بشكل كويس وتعمل الفيس ريكوجنيشن يعني، تمام. وخد بالك برضو من معلومه مهمه جدا، ان انت لما بتيجي تطلع الديسيمال نمبرز بتاعتك بالنسبه للصوره كلها بتبقى بالشكل ده، ولما بتحولها لهيستوجرامز بتلاقي ان كل جزء في الصوره لو هنقسمه مثلا لمجموعه هيستوجرامز هتلاقي مثلا ان العين بيكون ليها ستراكشر معين بالنسبه للهيستوجرام، الانف بيكون ليه ستراكشر معين، يعني مثلا دي الصوره اهي اللي هي عباره عن ديسيمال نمبرز اللي هي اللي انت جايبها من الباينري كود بتاعك. فلما تيجي مثلا تاخد الجزء ده فقط وتمثله على شكل هيستوجرام هتلاقي ان هو عامل حاجه بالشكل ده، فدايما هتلاقي ان الليفت اي لاي انسان بقى هتكون بالشكل ده. طبعا في حاله لو انت عايز تعمل فيس ديتكشن انت يهمك تجيب الفيتشرز اللي موجوده في وش الانسان عشان تقدر تحدد ان اللي موجود هنا في الصوره ده هو فيس، فهتعمل عليه ديتكشن يعني. فهتلاقي ان عين الانسان دايما بيكون ليها شكل هيستوجرام معين. لو احنا مثلا كده عملنا صاب هيستوجرامز، قسمنا الصوره بتاعتنا لمجموعه اجزاء كده بالشكل ده، وتاخد مثلا الجزء ده وتقول بيقول لك هنا مثلا بيقول لك if it is right eye، فهتيجي هنا تمثله هتلاقي ان هنا طبعا الخمسه اتكررت مرتين، فهتطلع هنا بالنسبه للبن بتاعها تكون عند الاثنين وهكذا، تمام. فالفكره هنا هتلاقي دايما ان الليفت اي بيكون ليها شكل معين في الهيستوجرام، الرايت اي نفس الكلام، النوز، الماوس، فدي بتكون مهمه جدا جدا في عمليه الفيس ديتكشن يعني. تعالى بقى نتكلم في الكود. الموضوع ككودنج سهل جدا جدا لو انت فهمت الكلام اللي احنا شرحناه في الماثماتكس. اول حاجه هنعمل امبورت للاوبريتنج سيستم الزيب فايل ريكوست عشان نجيب الداتا سيت بتاعتنا، من البي اي ال هنجيب الايمج والايمج اوبس، ومن الباس لب هنجيب الباس، وبرده السي بورن، وهنا من الاس كي ايمج دوت فيتشر هنعمل امبورت بقى للالجوريزم بتاعنا اللي هو لوكال باينري باترن، وبرده من الاس كي ليرن هنجيب البري بروسيسنج وهنجيب المتريسز، وهنا هنجيب اللينير اس في سي. ده الالجوريزم اللي احنا هنستخدمه عشان نعمل كلاسيفيكيشن. احنا هنا هنشتغل على داتا سيت عباره عن 3 كلاسز. خلينا الاول نعمل ريكوست للداتا سيت بتاعتنا ونشوف هي عباره عن ايه. هنا اول حاجه هنحط اليو ار ال اللي احنا هنجيب منه الداتا سيت وهنعمل له ميرجنج مع الفايل اللي هو عباره عن اسم الملف نفسه او الزيب فايل
اللي احنا هنجيبه عشان نعمل اكستراكت للداتا منه. بعد كده هنا عن طريق اليو ار ال ليب دوت ريكوست دوت يو ار ال ريتريفر هنديله هنا اليو ار ال والفايل. فدي اللايبراري اللي احنا عملنا لها امبورت من شويه فوق. هيبدا بقى ان هو ياخد اليو ار ال دوت ويعمل ريتريف للملف ده اللي هو s3_photos. وبعد كده هنبدا بقى نجيب الزيب فايل دوت ونعمل اكستراكت للداتا سيت بتاعتنا عن طريق الزيب فايل دوت زيب فايل. هديله هنا الملف بقول له ان انا هعمل ريد من الملف دوت و از دي طبعا بتاعت الويز. بعد كده هنا الزايب ريف دوت الملف بتاع هنعمل اكستراكت للداتا سيت اللي موجوده فيه. وطبعا هنحتفظ بيها هنا دوت وسلاش معناها الدايركتري اللي انت موجود فيه. تمام. بعد ما نعمل اكستراكت للداتا سيت بتاعتنا من الزيب فايل هنبدا ان احنا نعمل له ريموف. تمام. طبعا انا رانين الكود فهنا الداتا سيت اهي. طبعا هو بيجيب لك تو فولدرز لما بتعمل اكستراكت للملف دوت هيجيب لك الترين والتست. بالنسبه للداتا الخاصه بالترين هتلاقي فيه 3 فولدرز الساند والسيد والستون. لو انت جيت مثلا بصيت على الصوره في الساند طبعا كل كلاس او كل فولدر هتلاقي فيه 5 ايمجز يعني. فبص دي صوره اهي عباره عن تيكتشر ايمج الصوره اللي بتلاقي فيها باترن والباترن ده بيفضل يتعاد كده هو بيكون اسمها تيكتشر ايمج يعني. تمام. فطبعا عشان تستخدم الجوريزم يعمل لك كلاسيفيكيشن للصور زي دي انت لو بصيت كمان على الكلاس الثاني اللي هو هتلاقي ان هو البذور دي برضو عباره عن تيكتشر اهو بيفضل يتعاد. فكون ان انت تلاقي الجوريزم يعمل لك كلاسيفاي ويفصل لك الساند عن السيد عن الستون فموضوع يعني مش سهل من غير ما تعمل فيتشر اكستراكشن. لازم تعمل فيتشر اكستراكشن. بص هنا الستون عامل ازاي تيكتشر بيفضل يتعاد. تحس ان الثري كلاسز هتلاقي ان الصور كلها شبيهه لبعض الى حد كبير يعني. فدي الداتا اللي احنا هنشتغل عليها هنعمل تريننج باستخدام السبورت فيكتور ماشين. بس الاول بقى تعالى نجهز الالجوريزم اللي هو اللوكال باينري باترن. هنا هنعمل فانكشن اسمها كومبيوت ال بي بي وهنا بتاخد الصوره بتاعتك اللي هي بتكون عباره عن اراي. تبدا بقى تحدد هنا الهايبر بارامترز بتاعتك اللي احنا اتكلمنا فيها في الماثماتكس من شويه. فاول حاجه هنا بتحدد الراديوس ايكوال تو 1 يعني انت هتمشي ستيب واحده فقط. يعني لو انا جيت هنا في البرزنتيشن تاني احنا كده بنستخدم الشكل ده. تمام. اللي انت اللي هو هتمشي الراديوس مره واحده يمين اللي هو الراديوس بتاعك هيكون ب 1 في جميع الاتجاهات. تمام. طيب يبقى هنا الراديوس بون. وبعد كده هنا بتحدد النمبر اوف بوينتس اللي هو عدد النقاط اللي انت هتقارن معاهم اللي هو دايما بيكون عباره عن الثمانية مضروبه في الراديوس اللي هو هيكون 8 برضو. فانت هنا بتقارن مع 8 بوينتس. تمام. وطبعا قلت لك دي فاين تيوننج. انت ممكن تقارن مع 4 بوينتس ممكن تقارن مع 6 بوينتس. الموضوع فاين تيوننج يعني. تمام. ولكن لو خدت 8 يبقى انت كده بتاخد اكنك عندك ويندو 3 في 3 وبتاخد ال 8 نيبرز اللي موجودين حوالين السنتر يعني. تمام. وبعد كده هنا بتحدد النمبر اوف بنز اللي هم الخاصين بالهيستوجرام. هنا هيكون عباره عن 8 زائد 2 اللي هو 10. اشمعنى 10؟ لان لما جيت اشتغلت على الكود وطلعت اللوكال باينري باترن لقيت ان اللوكال باينري باترن ايمج اللي بتطلع كل رينج البكسلز اللي فيها بيكون في رينج ما بين ال 0 وال 9 فده هو النمبر اوف بنز. بعد كده هنبدا بقى نجيب اللوكال باينري باترن اللي احنا عملنا له امبورت فوق من الاس كي ايمج. بندي له هنا الاراي اللي هو هيتبعت هنا اللي هو الصوره بتاعتك وبتدي له هنا النمبر اوف بوينتس اللي هو عدد النقاط اللي انت هتقارنهم مع البكسل اللي موجوده في السنتر اللي هو 8 برضو. بعد كده هنا بتدي له الراديوس الستيب اللي انت هتمشيها وبتحدد بقى نوع اللوكال باينري باترن اللي انت هتستخدمه اللي هو يونيفورم. يونيفورم يعني ايه؟ شرحت لك من شويه ان ديتيلز في الماثماتكس وقلت لك الفكره هنا في الترانزيشن. هتاخد الترانزيشن 0 وترانزيشن 1 وترانزيشن 2 دي هي الفيتشرز اللي انت هتاخدها من الصوره بتاعتك. وهنا هيرجع لك اللوكال باينري باترن. انا طبعا لما جبت الكود دوت من جيت هاب وكنت بعمل تيست عليه هنا كنت بعمل تريس اهو. طبعا الجزء ده هتلاقيني برده سايبه لك في الديسكربشن مع الكود. هنا كنت بعمل تريس. تريس يعني ايه؟ يعني باخد كل حاجه في الكود بعمل لها برنت عشان اشوف ايه شكل البيكسلز اللي بتكون موجوده او اللوكال باينري باترن اللي بترجع دي عباره عن ايه. فانت لما تيجي تذاكر دايما عود نفسك ان انت تعمل كده. خد الكود بتاعك اعمل له تريس اعمل برنت لكل الفاريبلز اللي موجوده عندك عشان تشوف ايه الحاجات اللي بتكون متخزنه في الفاريبل ده وتقدر تفهم كل حاجه في الكود يعني. تمام. فانا لما عملت برنت هنا للوكال باينري باترن لقيت ان هو بياخد كل صوره موجوده عندك وبيريتيرن ماتريكس كده اللي هي بيكون فيها اللوكال باينري باترن نمبرز اللي هي بتكون عباره عن الديسيمال نمبرز اللي احنا كنا بنطلعها في الماثماتكس يعني. تمام. بيكون لها شيب اللي هو تقريبا 670 في 670 مش فاكر الشيب بالظبط. المهم ان هو هنا بيرجع لك هايت وويتس. حتى هنا النمبر اهو موجود ده طبعا حصل ضربهم في بعض. هنا بيقول لك 331776 ده طبعا لما خد الويتس ضربه في الهاي
المهم ان هنا هيرجع لك اللوكال باينري باترن بتاع كل صوره موجوده عندك. ولو انت خدت بقى اللوكال باينري باترن وشفت اللين بتاعه هتلاقي ان هو بيرجع لك 15 باينري باترن ايمج، لان انت عندك 15 صوره في التريننج داتا، لان قلت لك ان كل فولدر فيه خمس صور يعني. تمام. المهم ان انت هتاخد الشيب اللي هيجي لك هنا اللي هو بيكون عباره عن هايت وويدث، هتعمل له رافل. رافل يعني ايه؟ يعني هتاخد كل صوره وتخلي كل البيكسلز بتاعتها عباره عن رو فيكتور. يبقى احنا كده جبنا اللوكال باينري باترن. عايزين بقى نبدا نعمل انكريمنت للبنز بتاعتنا زي ما شفنا من شويه في الماثماتيك. هنعمل هنا ليست فيها مجموعه زيروز، هما اكشلي هيكونوا 10 زيروز بنفس العدد اللي احنا حددناه هنا. لو انت فاكر قلت لك اللي هو 8 زائد 2 يبقى 10، فهيكون عندنا 10 بنز. هي دي الفيتشرز اللي بتمثل كل صوره موجوده عندك، كل صوره هيكون ليها 10 بنز. تمام. بعد كده هتعمل فور اي ان ال بي بي، هتعمل فور لوب هنا على ال بي بي. وبعد كده بقى تقول الفيتشر اوف اندكس اي، طبعا الاي دي عماله تلف، تعمل فور لوب على اللوكال باينري باترن اللي هي موجوده هنا. بعد كده هتقول فيتشر مثلا اوف اندكس 1، هتزود عليها واحد. فاللي انت بتعمله هنا عباره عن انكريمنت، اللي انت بتروح عند كل بن موجود عندك في الهيستوجرام وبتبدا ان انت تعملها انكريمنت باي 1. لو جيت هنا على الكود اللي انا كنت بعمل له تريس، هتلاقي ان هنا بعد ما طلعنا اللوكال باينري باتر هعمل برنت هنا للفيتشرز. بص هنا بقى رجع لي فيتشرز عباره عن ايه؟ هتلاقيه مرجع لي 15 رو فيكتور، كل رو فيكتور فيه 10 قيم فقط، اللي هو ال 10 بنز اللي موجود عندنا. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان احنا هنا في الفور لوب بتاعتنا دي بعمل فور لوب طبعا على اللوكال باينري باترن، وبعد كده بروح عند الفيتشر اللي هو اللي هي المتريس اللي هي الليستس اللي قدامك دي كلها. تمام. هتاخد مثلا الفيتشر اوف اندكس اي، الاي دي مثلا بيكسل قيمتها 5 مثلا، فهتيجي هنا عند الاندكس رقم 5، ادي 0 1 2 3 4 5 اللي هي البن دي، هتزودها بواحد، يبقى دي كده واحد، يعني البكسل رقم 5 اتكررت مرة عندك في الصورة. لو البكسل رقم 5 ظهرت تاني عندك، يعني مثلا لو جه هنا كانت بخمسة، هتروح تاني عند البن اللي هي رقم 5 هنا وتبدأ إن أنت تزودها بواحد، هيبقى عندك الهاي الخاص بالبن رقم 5 هيكون باتنين على محور الواي اكسس يعني. تمام. وهكذا بقى بتبدا ان انت تعمل انكريمنت، بتبدا تزود كل البنز اللي موجوده عندك عشان تجيب الهيستوجرام بتاع كل صوره موجوده عندك يعني. تمام. يبقى ده الموضوع ببساطه، ده كده الجزء الخاص باللوكال باينري باترن. موضوع بسيط جدا يعني، ما فيهوش صعوبه ولا حاجه. بعد ما بتطلع بقى الفيتشرز بتاعتك اللي هي عباره عن الهيستوجرام بالنسبه لكل صوره، هتاخد الهيستوجرام دوت وتعمله نورماليزيشن. هتعمله نورماليزيشن ازاي؟ هتاخد الويدث تضربه في الهايت، هيديك الرقم اللي احنا كنا شفناه من شويه اللي هو كان عباره عن 331776. هتاخد كل بن موجود عندك اللي هو الهاي توتال هاي بتاعها وتقسمه على الرقم اللي قدامك ده، يبقى انت كده عملت نورماليز. هذا اللي احنا عملناه هنا لما قلت لك هتاخد النمبر اوف روز تضربهم في النمبر اوف كولومز اللي هو عندك هنا 4 في 4 في 16، وهو دوت اللي انت تاخد الهاي بتاع كل بيكسل موجوده هنا وتقسمها على 16، يبقى انت كده بتعمل نورماليزيشن للهيستوجرام بتاعك. تمام. اتمنى ان انت تكون فهمت كل حاجه موجوده هنا بالنسبه للوكال باينري باترن. انا بحاول اشرح لك كل حاجه ان ديتيلز. بعد كده هنعمل كمان فانكشن اسمها لود داتا عشان بس نبدا نجيب الداتا سيت بتاعتنا ونبعتها لللوكال باينري باترن عشان نعمل فيتشر اكستراكشن. بعد كده نبدا بقى نستخدم السبورت فيكتور ماشين عشان نعمل التريننج. الفانكشن دي بتاخد التريننج باص اللي هو الباص او الفولدر الموجود عندنا هنا. تمام. بعد كده بتجيب الدايركتري بتاعك، هتقول باص باص اللي احنا عملنا لها امبورت فو لو انت فاكر، في فانكشن اسمها سي دبليو دي اللي هو current working directory. الفانكشن دي بتجيب لك الباس اللي انت موجود فيه حاليا، وبعد كده بتزود انت بقى على الباس ده التاج اللي هو عباره عن الترين، يبقى انت كده بتحط الفول باس بتاع التريننج داتا اللي هو هيكون موجود هنا. تمام. وده الفيكتور اللي احنا هنخزن فيه الفيتشرز الخاصه باللوكال باينري باترن، وهنا هنخزن الكاتيجوري اللي هي عباره عن الليبلز بتاعت الداتا سيت بتاعتنا اللي هو الساند والسيد والستون. وبعد كده هنبدا بقى ان احنا نعمل فور لوب على كل الفولدرز بتاعتنا. هنجيب التاج داير اللي هو الباس بتاعنا، في فانكشن اسمها ايتر داير بتعمل لك فور لوب على كل الدايركتريز اللي موجوده عندك. اهو هيخش على الترين هيلاقي في 3 فولدرز، فهو دي 3 باسز اللي موجوده عندك. يعني لو انت خدت الكات دايركتري وعملت لها برنت هتلاقي بيرجع لك ال 3 باسز بتاع ال 3 فولدرز اللي موجودين عندك هنا. وبعد كده هنقول كات داير دوت ستيم. ستيم دي بتعمل ايه؟ بترجع لك الليبل نيم بتاعك. تمام. اللي هو الكاتيجوري ليبل، يعني لو انت عملت برنت للكاتيجوري ليبل هتلاقي موجود فيها الستون. هو هنا حتى جوجل كلاب بيجيبها لك اهو، هنا بيقول لك ان انت موجود عندك ستون، وبرده هتلاقي موجود عندك الساند والسيد. تمام. يبقى احنا كده جبنا ال 3 دايركتريز بتاعت الداتا سيت بتاعتنا اللي موجوده في الترين، وجبنا الليبلز بتاعتهم. وبعد كده بقى هنبدا نحط الباس بتاعنا هنا عشان نجيب كل الصور اللي موجوده عندنا.
اقول فور ايمج باس ان كاتيجوري داير اللي هو الكاتيجوري الثري باسز اللي موجودين عندنا دوت جلوب. بتعمل ايه؟ بتخش جوه كل فولدر وتجيب لك كل حاجه موجوده فيه. اللي هو انت هنا عندك الباس اهو كامل، فهتخش بقى على الفولدر الاولاني اللي هو الساند، هتجيب كل حاجه اخرها بي ان جي. طبعا الصور اللي موجوده معانا كلها الاكستنشن بتاعها 2 بي ان جي. بعد كده خلاص انت جبت كل الصور بتاعتك، هتبدا ان انت تقرا الصور دي. بعد كده هنعمل تشيك على المود بتاع الايمج اللي احنا قراناها، نشوف هل هو بيساوي ال ولا لا. ال هنا هي اختصار لليومينانس. ليومينانس بمعنى ايه؟ يعني انت ببساطه اللاين ده بيعمل تشيك على الصوره بتاعتك، بيشوف هل هي عباره عن جراي سكيل ايمج ولا لا. لو الكونديشن ده تحقق معنى كده ان الصوره دي مش جراي سكيل، فهنبدا ان احنا نحولها لجراي سكيل. هنحولها ازاي؟ عن طريق الايمج اوبس اللي احنا عملنا لها امبورت فوق من البي اي ال. اقول له ايمج اوبس دوت جراي سكيل واديله الصوره بتاعتي، وبعد كده ببدا ان انا احتفظ بالصوره دي، بحتفظ بيها في الفولدر اللي انت هتحدده هنا. طبعا الفانكشن دي اللي هي از اندرسكول بوزيشن اكس، دي فكرتها ان هي بتاخد الباس بتاعك وبتحوله لسترنج عشان تبدا تحتفظ في الفولدر بتاعك يعني. تمام، يبقى احنا هنا ما عملناش اي حاجه غير ان احنا جبنا الصوره وبنعمل تشيك على المود بتاعها، بنشوفها جراي سكيل ولا ار جي بي وهكذا. لو ما كانتش جراي سكيل بنبدا ان احنا نحولها لجراي سكيل عن طريق الايمج اوبس. تمام، وخلاص بقى بتبدا ان انت تاخد الصوره دي وتحولها للاري، وبعد كده تبعتها للفانكشن اللي اسمها كومبيوت ال بي بي. الفانكشن اللي احنا عملناها هنا من شويه هيبدا بقى يحسب لك اللوكال باينري باترن ويرجع لك هنا الفيتشرز. هتاخد الفيتشر دي بقى وتبدا ان انت تعمل لها ابند في الليست اللي اسمها فيك اللي هي الليست دي، وبرده هتعمل ابند للكاتيجوريز او الليبلز اللي موجوده عندك اللي احنا كنا جبناها فوق اللي هي الكاتيجوري ليبل اللي احنا جبناها عن طريق الستيم. تمام، فده الريترن بتاع الفانكشن في الاخر هيكون عباره عن الفيكتور او الفيتشر فيكتور اللوكال باينري باترن بتاعت كل صوره موجوده عندك والكاتيجوري نيم بتاعها او الليبل بتاعها، لان لازم يكون معاك الليبل. احنا هنا شغالين على سوبرفايز بروبلم بنعمل كلاسيفيكيشن، فعندك الفيتشر فيكتور بتاع كل صوره موجوده عندك من الثري كلاسز، وعندك هنا الليبل. تمام، احنا كده خلاص يعتبر خلصنا كل حاجه. هنبدا بقى نجيب الفانكشن اللي اسمها لود داتا، وابعت له هنا الفولدر اللي موجود عندي اللي اسمه ترين، هيجي يتخزن هنا، هو اصلا الديفولت بترين. هيبدا ينفذ كل الستيبس دي، هياخد الصور يحولها لجراي سكيل، وبعد كده يجيب اللوكال باينري باتر ويرجع لي الفيتشرز والليبلز. الفيتشرز هتكون متخزنه هنا والليبلز هتكون موجوده هنا، دي اللي احنا هنستخدمها في التريننج. وهنبعت برضو الفولدر اللي اسمه تيست، هيرجع لي برضو الفيتشرز الخاصه بالتيست داتا والليبلز بتاعتها. يبقى احنا كده جاهزين ان احنا نعمل التريننج. تمام، خد بالك ان الليبلز عندنا هي عباره عن سترنج، ما ينفعش طبعا ندخلها بالشكل دوت على الموديل بتاعنا يعمل عليها تريننج، لازم تكون عباره عن نمبرز. فهنا بنعمل تشيك على النيمز الخاصه بالليبلز بتاعتنا عن طريق مكتبه نمباي، بنجيب اليونيك ليبلز اللي هي موجوده هنا في الكاتيجوري ترين. هتلاقي بيرجع لك هنا الساند والسيد والستون، فلازم ان احنا نعمل لهم انكودنج. هنعمل لهم انكودنج ازاي؟ زي ما كنا بنعمل قبل كده في الماشين ليرنينج، عن طريق الليبل انكودر هنجيبها من البري بروسيسنج اللي احنا عملنا لها امبورت فوق. وهنا ال LE في فانكشن اسمها فيت ترانسفورم. فيت ترانسفورم بتديها الكاتيجوريز بتاعتك او بتديها الليبلز بتاعتك وبتحولها لك ل انتجر ليبلز يعني. تمام، فهنا هنديها الكاتيجوريز الخاصه بالترينز وهنا الكاتيجوريز الخاصه بالتيست. تمام، بعد كده بقى هنبدا نجيب الموديل اللي احنا هنستخدمه في التريننج اللي هو السبورت فيكتور ماشين اهو اللي احنا عملنا له امبورت فوق. هنعمل تريننج على الفيك ترين. بعد ما بتخلص التريننج بتبدا بقى ان انت تعمل ايفالويشن للموديل بتاعك. هنجيب الموديل بتاعنا اللي هو الكلاسيفاير اللي هو ده، هنبدا بقى نستخدم الفانكشن اسمها بريدكت واديله هنا التيست داتا، هيبدا يرجع لي البريدكتد داتا. هناخد البريدكشن داتا اللي هي عباره عن البريدكتد ليبلز ونقارنها مع الترو ليبلز من خلال الكونفيوشن ماتريكس، وبعد كده ناخد الكونفيوشن ماتريكس دي نعمل لها هيت ماب، وبعد كده هنا بنحدد بقيه الديتيلز الخاصه بالفيجواليزيشن، كلام كله بيزكس يعني. هتلاقي ان هنا بيرجع لك الكونفيوشن ماتريكس بتاعتك بالشكل ده. طبعا نتيجه ممتازه جدا، خد بالك انا عملت فاين تيوننج على الكود لما جيت جبته من جيت هاب، ما استخدمتوش زي ما هو لان هنا كان في ايرور بالنسبه للرقم ده. يعني هنا البريدكتد ليبل كان عباره عن ساند والاكشوال ليبل كان عباره عن سيد. طب ازاي عملت فاين تيوننج على الموديل؟ انا هنا استخدمت الريديوس ب 1، هو كان حاطه ب 3، ده بس الاختلاف الوحيد. وطبعا عرفنا الاختلاف ده تاثيره قد ايه يعني لما شرحنا في الماثماتكس، وهو كان مطلع اكيرس تقريبا عباره عن 93%، انا هنا طلعت اكيورسي 100% زي ما احنا شايفين كده. دوت فيما يتعلق باللوكال باينري باتر. احنا النهارده اتكلمنا عن بعض الديتيلز الخاصه بالماثماتكس وخدنا مثال عملي على التيكتشر كلاسيفيكيشن. لو انت حابب تتعمق اكتر عن موضوع اللوكال باينري باتر وتشوف الانهانسمنت اللي حصلت على الالجوريزم ده، هتلاقيني سايب لك بعض الدوكيومنتيشن في الديسكربشن، اتمنى ان انت تبص عليها عشان تستفيد اكتر من الموضوع يعني. طبعا دي شكل الصوره ودي شكل اللوكال باينري باترن بتاع، لو انت ما شفتهاش بتكون حاجه بالشكل ده يعني. تمام،
بعد كده هنا بيبدأ ان هو يطلع الهيستوجرام. فكل الديتيلز دي اللي احنا شرحناها في البي دي اف هتلاقيني سابها لك تحت في الديسكريبشن، والكود برضو هتلاقيني سايبه لك تحت في الديسكريبشن. ولو في اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.